قضية اللاجئين السوريين كانت نقطة تبادل الاتهامات بين أردوغان وكليشدار أغلو. لن ألجأ إطلاقاً إلى خطاب الكراهية في قضية طالب اللجوء مثل ما يفعل كليشدار أغلو، إنه ينتهج خطاباً لا يقل حدة عن الحقبة النازية. الحكومة منحت الجنسية لأناس لا يعرفون حتى اللغة التركية، وهؤلاء هم من يحددون مستقبل هذا البلد. كليشدار أغلو اتهم خصمه بعرقلة حملته الانتخابية. إذا فاز السيد كليشدار فستفوز المنظمات الإرهابية وسماسرة لندن والشركات الأمريكية. لا ينبغي أن نمنحهم الفرصة بهدف ضمان وحدتنا وتضامننا. لقد حجبوا الرسائل النصية لأنهم خائفون منا. أسألك يا أردوغان، ألا تريدني أن أخوذ هذه الانتخابات؟ أردوغان اتهم خصمه بالتعاون مع الإرهابيين بعد اجتماع كليشدار أغلو مع حزبين كرديين. كليشدار أغلو يجتمع بالإرهابيين في غرف البرلمان التركي للتفاوض حول طريقة التعامل مع الإرهابيين خارج الحدود. يجب ألا تصوتوا لمن أدخل البلاد في هذا المستنقع. توجهوا إلى صناديق الاقتراع واقترعوا وفقاً لما يمليه عليكم ضميركم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.